ما هذا الإبداع؟ ما هذا الإقناع؟ ما هذا التوهج؟ الأخضر السعودي يقدم مباراة العمر، مباراة التاريخ، مباراة من المستحيل تكرارها مرة أخرى. الأخضر السعودي يهزم رفقاء ميسي المنتخب الأرجنتيني 2-1. جمالكم جمال، دلالكم دلال يا منتخب السعودية. السعودية أصبحت اليوم حديث العالم. منتخب الأرجنتين بنجومه ميسي وديميريا ولوتارو مارتينيز وجوميز ورودريجو ديبول وباريديس وقف عاجزا أمام عظمة الأخضر السعودي. الشوط الثاني بالتحديد سيظل للتاريخ. جرينت عظيمة من جميع لاعبي المنتخب السعودي. سالم الدوسري، ما هذا الهدف الثاني يا سالم؟ هدف تاريخي، أفضل أهداف كأس العالم حتى الآن، ومن أفضل أهداف الدنيا اللي الواحد رآها منذ أن شاهدت كرة القدم. محمد العويس حارس المنتخب السعودي كما يجب للحارس المقاتل أن يكون، كان اليوم جدار عظيم 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 لصد هجمات الأرجنتينيين بقيادة ليونيل ميسي. ميسي تقدم في النتيجة في الدقيقة 10 من ضربة جزاء، وكلنا قلنا ليه كده يا سعودية تستقبل هدف في البدايات، ولكن ربنا كان مخبي سيناريو دراماتيكي، سيناريو عظيم. في الشوط الثاني في الدقيقة 48 صالح الشهري وهدف أول، ثم في الدقيقة 53 تتحقق المعجزة ويسجل سالم الدوسري هدف تاريخي عظيم. ألف مليون مبروك للأخضر السعودي، واليوم أعلنها لكم، السعودية ستصعد وستكون من مفاجآت المونديال السار بتوفيق من الله عز وجل. كل التوفيق لكل العرب، تونس والدنمارك كل التوفيق للنصور بعد قليل، وغدا المغرب أمام الكروات، كل التوفيق لأسود الأطلس، ويشرفونا كمنتخبات عربية إن شاء الله في المونديال القطري العظيم.